اصابات الاصابع سواء شرخ او كسر هتحتاج دعامه عشان تقلل فتره الالتئام وتقدر تمارس مهامك اليوميه بدون مشاكل. فمعانا النهارده 3 اشكال من دعامات الاصابع، يلا بينا نشوفهم مع بعض. اول شكل وهو ارخصهم في السعر وهو الدعامه اللي بتيجي بالشكل ده، ودي للشروخ البسيطه اللي بتحتاج بس تثبيت الصابع في وضعه المفروض اللي هو ده، بتدخل الصابع فيها بالمنظر ده وبالسكوتش بتلزقه، كل دورها انها بتحافظ على الصابع مفرود. طبعا هي بتكون مناسبة لكل الاصابع يعني مش للصابع الصغير بس. بالمنظر ده سعر الاولاني ده 15 جنيه. تاني نوع معانا هو النوع اللي اسمه اي جي كير، ده تقريبا برضو نفس السعر، ده سعره 20 جنيه. ده ينفع في الكسور لانه بيتفتح كده، هو بلاستيكي ومبطن من جوه بطبقة طرية بتحطه على الصابع المصاب بالمنظر ده. هو طبعا في منه مقاسات، يعني ده المقاس الميديوم فعشان كده تلاقيه قصير شويه على مثلا صابع زي الصابع ده، اما ينفع للصابع الصغير بتدخل الصابع فيه كده وبعدين بتلف الاسكوتش عليه بالمنظر ده. طبعا لو انا جايب مقاس كبير هيكون مناسب يعني مغطي الصابع للاخر، بس ده مقاس اصغر من مقاسي، يعني مثلا مقاس ميديوم، هو موجود منه ميديوم ولارج واكس لارج و2 اكس. تمام. تالت نوع معانا هو اللي بيجي من شركة فلامينجو، وهو النوع ده، وده سعره 120 جنيه. طبعا هو احسنهم، يفضل لو الحالة كسر انك تستعمل النوع ده من الدعامات. الفكرة ان الدعامة هيكلها من بره معدن، فده هيديك افضل تثبيت، وفي نفس الوقت مبطن بطبقة طرية جدا يعني ناعمة وخامتها كويسة، مش هتضايقك لو انت لبستها لفترات طويلة، وطبيعي ان في حالة الكسر انك تلبسها لفترات طويلة. وفي نفس الوقت برضو السكوتش اللي ملفوف حواليها باين انه افضل من انواع التانية بكتير. نفس الفكرة برضو، بتفتح الدعامة بالمنظر ده وبتدخل صبعك وبعدين بتلف السكوتش كده. طبعا انا مش لففها كويس لان ده برضو مقاس اصغر من مقاسي شوية، لان ده من مقاس السمول، هي بيجي منها 4 مقاسات، سمول وميديوم ولارج واكس لارج، على حسب حجم صبعك بتختار المقاس اللي يناسبك. ودول التلات اشكال من الدعامات اللي معانا النهارده.